أجي تفهم نظرية الكايزن أو نظرية التحسن المستمر، النظرية اللي يمكن لها تغيير أشياء كثيرة في حياتك. إذا كان الموضوع كيهمك شاهد الفيديو حتى النهاية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم كوتش منال. اليوم الحلقة 17 من سلسلة كلام مختصر. اليوم قررت نتكلم لكم على نظرية الكايزن أو نظرية التحسن المستمر. هذه النظرية إلا فهمتها غتغير الكثير من أشياء في حياتك. شنو الهدف ديالي من الحديث عن هذه النظرية؟ الهدف ديالي اثنين. الهدف الأول أو الهدف أهدافي اثنين. الهدف الأول هو أنك توقف فورا الأحكام على الناس، لأنه كل ما وضعت أحكام على الآخرين كل ما جذبت ليك أشياء اللي أنت غير راضي عنها أو عكس ما تريد. إنزال الأحكام على الناس هو واحد الشيء كيدمر طاقة ديالك، هو واحد الشيء حتى منهي عنه في ديانتنا الإسلام. الهدف الثاني من هاد الفهم ديال نظرية الكايزن اللي هي أو نظرية التحسن المستمر اللي هي واحد النظرية بسيطة، هو أنك تقدم في حياتك، هو أنك إلا عندك مشروع ولا عندك هدف في حياتك هذه مدة طويلة وأنت باغي تبداه وما بديتيهش، تبدأ فورا. نظرية التحسن المستمر أو نظرية الكايزن هي واحد المنهج من مناهج تطوير الذات، وهو كذلك واحد المنهج قرآني. نظرية التحسن المستمر سميتها التحسن المستمر، ولكن كاين واحد الجزء اللي ما خصوش يخفى عليك أنه يمكن تستعملها في حياتك. وكنشوفوا بزاف ديال، غنعطيكم أمثلة باش تفهموا، بزاف ديال الأشياء أو بزاف ديال الأمور في حياتنا تغيير للأسوأ، تغيير مستمر للأسوأ في الحياة بلا ما كنحسوا بها. المبدأ ديالها بسيط جدا، والله يخليكم سمعوا هذا الفيديو حتى النهاية باش تفهموا المغزى من كلامي. نظرية التحسن المستمر نظرية يابانية كتقول أنه أي شيء في الحياة كيف ما كان واحد الهدف، واحد الطريق يؤدي إلى شيء سيء، وواحد الطريق يؤدي إلى واحد النتيجة اللي هي مرضية، هدف معين أو حلم في الحياة، الاثنين كيكونوا بواحد الخطوات اللي هي بسيطة 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 حتى كتوصلك الهدف ديالك. هي عكس نظرية التغيير الجذري اللي ما كتعطيش النتائج أبدا أبدا. غنعطيكم مثال ديال نظرية التغيير الجذري وغنشرح لكم علاش ما كتنفعش. ملي كيكون عندك هدف معين في الحياة كتبغي توصلو وكتبدا بتغيير جذري. مثلا انا بغيت نقص من الوزن ديالي، فغنقول مع راسي من غدا غنوقف هادي وغنبدا ندير الرياضة مثلا ساعة او ساعة ونص في النهار، وغنبدا ننتبه للاكل ديالي وغنبدا واحد الحمية او ريجيم قاسي. فاغلب هاد الناس كيبداو وكيجي واحد الوقت كيوقع لهم إحباط، أو لا كيجي واحد الوقت داك الوزن كامل نقصوه كيزيدوا نفس الوزن أو أكثر. شنو كيوقع في الدين ديالك حتى ملي كتبغي دير مشروع وكتبدا واحد الخطوات اللي هي جذريه كبيره؟ شنو كيوقع في الدين ديالك؟ وهذا ماشي لانك كسول، ماشي لانك واحد الانسان ما يمكنلكش تمشي للاهداف ديالك، ولكن لان العقل ديال الانسان، عقلك وعقل كل انسان، ملي كتعطيه واحد التغيير اللي هو جذري وكتعطيه واحد التغيير اللي هو بروسك مره واحده، كتبغي تغيير واحد شيء، مثلا بغيت توقف السيجارة، بغيت مثلا تبدا تفيق بكري مثلا، كنعطيكم امثله وانتم قيسوا على ذلك كل هدف اللي عندكم في الحياه. فالعقل ديال الانسان بطريقه مباشره كيفعل لا ريزيستونس اللي هي المقاومه. لو سيرفو هومان اكتيف اوتوماتيكمون لا ريزيستونس كونط اون فيان افيك دي شونجمون بروسك. ملي كتجي العقل ديالك وكتبغي تفرض عليه واحد الاشياء اللي هي جذريه كيولي كيقاوم كيرفض. فوقت ما كتبغي دير بعض الاشياء العقل ديالك كتحس به انه كيكون بمثابه عائق. فكيفاش ندير انا باش نوصل للهدف ديالي او ندير واحد الحاجه، واحد الحلم او لا اي حاجه في حياتي؟ كنولي كنخدع العقل ديالي. كيفاش كنخدعو؟ كندير واحد التغييرات اللي هي بسيطه 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 حتى العقل ديالي ما كيحسش بها.
مثلا بغيت نوصل لواحد الهدف معين، بغيت نفتح مشروع. انا كيجيو عندي مثلا الناس المكتب ديالي بغيت نفتح مشروع وكيبدا بتغيير جذري وكيبدا كيبان له داكشي كبير بزاف. فاول حاجه كنبدا نقسم المشروع ديالي الخطوات، وباش كنبدا نخدع العقل ديالي كنبدا كنعطيه واحد التغييرات اللي هي بسيطه. مثلا بغيت نفتح واحد المشروع، انا غنبدا نمشي لليوتيوب، غنبدا نقرا بعض الاشياء بشويه بشويه، كندخل العقل ديالي الميدان ديال الانفستيسمون او الميدان ديال المشاريع، كنبدا نشوف فيديوهات في المشروع ديالي، كنبدا نشوف اولا كنسمع الناس كتكلم على المشروع ديالي بشويه بشويه، كنبدا ندخل للذهن ديالي فكره ان المشروع ممكن. انا مثلا جا عندي واحد الشخص بغى يفتح واحد المشروع محل بدون الدخول في التفاصيل، فقال لي منال انا ما قدرتش، ما عرفتش منين غنبدا. بدا مثلا كيقول لك انا ما عنديش الفلوس، بدا مثلا غير كتشوف، بدا كتزور، بدا كتمشي تشوف المحلات، بدا كتدخل، بدا كتدخل راسك او تدخل العقل ديالك للذهن ديالك، بدا كتولف او كتعود الذهن ديالك على انه يشوف الاشياء. سابيل بالفرنسيه لا فيزواليزاسيون، كنبدا نبرمج العقل ديالي على ان الهدف ديالي ممكن بشويه بشويه. فوخا ما عنديش الفلوس نبدا من الاول كنحط واحد الخطوات بشويه بشويه حتى كتكون لي الفكرة. علاش ما يمكن ليش نعول في حياتي على الموتيفاسيون أو للحماس؟ علاش ما نقدرش نعول في حياتي على الحماس؟ الحماس هو واحد الحاجة اللي كتطلع وكتنزل. ولاحظوا أن بعض الأشخاص كيمشيوا لدورات تدريبية لكونفرنس أو للدورات تدريبية وكيمشيوا داك الطاقة ديال المجموعة والكلام ديال الكونفرنسي اللي كيكون كيتكلم أو للكوتش أو للبسيكوتيرابيوت اللي كيكون كيتكلم، كيتحمس بزاف وكيخرج مع هذيك الدورة التدريبية بواحد الشحنة وواحد الطاقة كبيرة، الطاقة ديالو والطاقة ديال المجموعة انتقلت ليه وكيبغي يبدا في حياته ويغير الكثير من أشياء في حياته. وملي كيدخل للدار كيلقى راسو ما دار حتى شي حاجة، الحماس كينزل، لا موتيفاسيون كتنزل. فما عمرني نعول على الحماس ولا موتيفاسيون، نعول على الخطوات اللي هي صغيرة. فكتلقى مثلا هاد الأشخاص عندهم إدمان على الدورات التدريبية، لأنه كل ما كيخرج كيخرج بواحد الطاقة عالية وكيعتقد أن هذيك الطاقة هي اللي غتساعده باش ينجح في حياته ويوصل للأهداف ديالو في الحياة. هذيك الطاقة يمكن تنفعك واحد ساعة ولا جوج ولا واحد نهار ولا يومين، ولكن ما يمكن لهاش تنفعك على الدوام أو لا لون تيرم. فأنا ما غنعولش على الموتيفاسيون، غنعول على نظرية التحسن المستمر أو نظرية الكايزن. بشوية بشوية غنبدأ ندير واحد الخطوات بسيطة ونخدع العقل ديالي باش ما يحس. مثلا بغيت مثلا نقص من السكر في حياتي، غنبدأ ما نجيش خطرة واحدة نقطعه، لان العقل ديالي غيدخل اون مود ريزيستونس، غيبدا يقاوم. فانا بلاص ما ندير جوج المعالق السكر غندير معلقه وثلاثه وجوج الاربع مثلا، جوج الاربع ولا ثلاثه الاربع مثلا. العقل ديالي ما غيحسش بالفرق او لا غيحس بواحد الفرق اللي هو بسيط، فما غيدخلش في المقاومه. والمعروف انه في المعروف ان الدين ديالنا خصو 21 يوم باش يتبنى واحد العادة اللي هي جديدة pour adopter une nouvelle habitude. العقل ديالنا خصو 21 يوم. ها انت فهمتي العقل ديالك. علاش قلت لكم في الاول هاد الفيديو غينفعك باش توقف الاحكام؟ لانه نظريه الكايزن او نظريه التحسن المستمر يمكن لي كذلك نسميها نظريه اللي يمكن تؤدي لواحد الاشياء اللي هي سلبيه بواحد بنفس الطريقه. كيفاش؟ الاجرام مثلا أو للناس اللي كترتكب في حياتها واحد الأشياء اللي هي خطيرة وكتمشي مثلا للسجن، فهذا ما كيعنيش أن ذلك الإنسان سيء ونبقى نوضع عليه أحكام ونبدأ نحكم عليه وما كيصلحش وما كيسوى وقتله. هادي الإنسان يمكن يؤدي بنفسه لهاد الحالة إلى دخل بواحد التغييرات في حياته سيئة بشوية بشوية. مرة كنتعرف على واحد صديق اللي هو سيء، مرة كيجرني أنني نكذب، مرة كيجرني أنني نستهون بواحد الشيء اللي هو بسيط، مرة كيجرني أنني نسيء لواحد الإنسان بلا ما نحس، مرة أنا بلا ما نشوف العواقب ديال الخطورة ديال الأشياء اللي كنفعلها، مرة
كنجر شوية للسرقة، مرة كنجر، فبالكايزن بالتغيير المستمر نحو الأسوأ يمكن أي إنسان أنا وانت اللي كتشوف فيا يتحول لواحد الإنسان اللي هو مجرم. فنحاول نفكر في حياتي هاد الناس المحيطين بيا، الأفعال ديالي دائما كنقولها لكم، نطلع جو برون اون بوزيسيون ميتا، نطلع ونبدا كنتفرج في راسي اش قلت كندير في حياتي، شنو هي هاد الأشياء اللي كنقوم بها في اليوم ديالي، نشوف راسي، نحاس بنفسي. الى لقيت راسي كنستهون بزاف السيئات اللي كنديرها من في اتجاه اشخاص، اتجاه نباتات، نرمي حاجه في الطريق، نكذب، نستهزئ مثلا، نستهين بمساله انني نجرح واحد الانسان، فبشويه بشويه بهاد نظريات الكايزن كنولي كنجر راسي لواحد الاشياء من بعد اللي لا يحمد عقباها. فغنوقف الفور الأحكام على الناس، ما عمرني نشوف شي واحد غلط شي غلطة ونبدا نحكم عليه، وكنشوفها مع الأسف. وحتى أنا خدمت على راسي وليت كنتعلم أنني ما نحكمش على الناس، وليت ملي كنشوف شي إنسان كنقول الله يعينه على نفسه، والله يعينه أنه يحسن من نفسه، والله يعينه أنه يعرف أو لا يبخون كونسيونس كو جر راسه لهذا الطريق هذا بشوية بشوية. توقف أنك تتوقف على الأحكام تماماً هو واحد الشيء اللي يمكن يساعدك بزاف في حياتك، وتولي الطاقة ديالك نظيفة، وتولي واحد الإنسان اللي يمكن لك تجذب بواحد الطريقة اللي هي سلسة كل الأشياء اللي أنت كتسعى لها في الحياة. في الحياة اللي كنكون كندعي دعاء أو قانون الجذب اللي هو سعي النفس وسعي الجسد. في السعي الجسد هو داكشي اللي قلته كامل، نظرية الكايزن بشوية بشوية، وفي السعي النفس كنبدأ نخدم على راسي، على كل الأشياء الدبدبات اللي كنصدرها للكون، الأفعال اللي كنديرها واللي تعد من السيئات اللي كنسيء بها الأشخاص، من النباتات للكون، لأي حاجة كيف ما كانت، أي حاجة في الخلق ديال الله سبحانه وتعالى، كنتي مسلم أو لما كنتيش مسلم هذا القانون ينطبق على كل إنسان. فكنبدأ سعي النفس وكنبدأ سعي الجسد ديالي بشوية بشوية. والمعروف واللي قلت مرارا وتكرارا، أنت لا تجذب ما تريد، أنت تجذب ما أنت عليه. فالنفس ديالكم اللي كتكون خبيتة أو الأفعال ديالك يكونوا خبات، كتولي كتجذب عكس ما تريد. فيمكن لك تحاول تدعي الدعاء ديالك اللي هو فعل ماشي كلام، ويمكن تبدأ كتعمل على تنفيذ للوا دو لاتراكسيون أو لقانون الجذب وما كيخدمش معاك، لأنه يا إما أنت فقط في سعي الجسد وناسي سعي النفس، يا إما في سعي النفس فقط كتدعي 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 وكتخدم على راسك وما كديرش خطوات باش توصل للهدف ديالك، ولا هدف أبدا يمكن لك توصله إلا بالإثنين. نظرية التحسن المستمر أو نظرية الكايزن عندها واحد المراحل، مثلا المرحلة الأولى هي التخطيط، من بعد التنفيذ، من بعد التأكد من النتائج. ما كيهمنيش ما كندخلش في هاد التفاصيل، لأن كل إنسان ويحاول يطبقها في حياته على طريقته. عندها خمس مبادئ، ومن أهم المبادئ اللي أنا غنتكلم عليها، إذا بغيتوا نتوما تعرفوا المبادئ الأخرى يمكن لكم تجريوا واحد البحث على مواقع على جوجل أو تشريوا شي كتاب. من أهم المبادئ هو الالتزام، وهنا غندير واحد العلاقة مع الحديث ديال الرسول عليه الصلاة والسلام، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالالتزام، ما نعولش على الحماس، نعول على الالتزام ونعول على كل يوم. وأنا بنفسي باش فتحت العيادة ديالي وقررت أنني نرجع نقرأ، استعملت هاد النظرية في حياتي، هو أنني بديت كل يوم كنلتزم أنني ندير بخطوات صغيرة، خطوات صغيرة نحو الهدف ديالي. وخا أنا عيانة، وخا ما عنديش الجهد باش ندير شي حاجة، وخا حتى أنا مريضة مثلا، كنشد واحد الفيديو ولا شي كتاب وكنقرأ على مثلا المهنة ديالي، على الكوتشينغ أو على علم النفس أو على أي حاجة عندها علاقة بالمهنة ديالي أو بالمهنة اللي بغيت نوصل لها. فبديت كنبرمج العقل ديالي، وبديت كنبرمج الكون أنني في السعي نحو الهدف ديالي بشوية بشوية، وما نساهن حتى بشي خطوة مهما كانت بسيطة نحو الهدف ديالي. وما دمنا تحدثنا على
العقل ديال الانسان، البرمجه ديال العقل ديال الانسان، خصك تفهم واحد الحاجه اللي هي ضروريه باش توصل للهدف ديالك، هو انه كاينه واحد الحاجه سميتها لا ريغل دي 5 سكوند او لا قاعده الثواني الخمس، يمكن نترجمها بحال هكا لا ريغل دي 5 سكوند. واحد القاعده كتقول ان العقل ديال الانسان عنده خمسة ديال الثواني، الا دزتهم غيبدا يلقى لك المبررات والحجج باش ما ديرش ديك الحاجه. مثلا بغيت تنوض دير الرياضه دابا، بغيت تنوض دير واحد الخطوه نحو الهدف ديالك، العقل ديالك الا خليتي 5 ثواني دازت سي ترو تار، يعني داز الوقت 5 ثواني، العقل ديالك غيبدا يلقى لك المبررات ويبدا يعكزك ويعجزك انك دير ديك الخطوه هذه كلها وانت عيان وانت هادي ومعليش وحتى الغدا. فكيفاش انا غنولي كنفهم كيفاش العقل ديالي كيخدم ونولي كنتحكم انا في العقل ديالي ماشي هو كيتحكم فيا؟ ملي كنبغي ندير شي حاجه وانا كنديرها، كنبغي مثلا نود ندير الرياضه، عندي 5 ديال الثواني، قررت نود ندير الرياضه ما غنفوتهاش، عقلي قال لي غتنوضي ديري الرياضه غنوض دغيا وغنمشي نلبس حويجاتي وغنمشي لاصال وغندير السبور. بغيتي دير خطوه نحو الهدف ديالك ما تخليش 5 ديال الثواني تفوت، غتنوض داك ساعات، داك ساعات غتنوض قبل ما بدا العقل ديالك كيقول لك لا وعلاش وعكزتي وانت عيان اليوم وخليها حتى الغدا. العقل ديال الانسان ما كيعرفش واحد الحاجه سميتها غدا. العقل ديال الانسان بحال مثلا الاورديناتور او الحاسوب او الهاتف، لا قلتي له غدا هو بالنسبه ليه كل يوم غدا، فما كاينش حاجه سميتها بالنسبه للعقل ديال الانسان، كاينه واحد حاجه سميتها دابا. فانت دابا اللي كتشوف هذا الفيديو ديالي غتوقفو غتساليه وغتمشي تبدا اول خطوه نحو الهدف ديالك. الهدف ديالي من هذا الفيديو انك توصل للاهداف ديالك، وكنتمنى ان كل انسان كيشاهدني يعرف واحد الحاجه، انه الى اي انسان على وجه الارض وصل لواحد الهدف معين فحتى انت تقدر توصل ليه. تحد ما فايتك بشي حاجه، هذا الفيديو وصل للنهايه ديالو. شكرا على المشاهده. الى بغيتيني نكون المدربه الشخصيه ديالك طون لايف كوتش، يمكن لك ترسل لي رساله عبر الواتساب في الرقم اللي غنخليه تحت في الشاشه، يمكننا نديرو جلسات تدريب عبر الواتساب الا ما كنتيش في بلجيكا، والا كنتي في بروكسل يمكن لك تجي للعياده ديالي او للمكتب ديالي. شكرا على المشاهده، مع السلامه.